كابتن جمال عبد الحميد عضو جمعيه اللاعبين القدام، اهلا بيك في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكم، اهلا بيكم، منورين. دلوقتي حضرتك في رساله بتوصلوها بتجمعكم النادي الجهاز النادي الاهلي ونادي الزمالك، حضرتك قول لنا الرساله دي الغرض منها توصلوا فكره ايه؟ بص، احنا اسمنا الجمعيه المصريه لرعايه اللاعبين القدامى، فاحنا مصريه ولاعبين وقدامى ورياضيه، فاحنا كاسره واحده حسينا ان الاهلي والزمالك فرحوا مصر بحصول طبعا نادي الزمالك بعد فتره طويله على بطوله ففرح جماهيره، والنادي الاهلي خد بطوله افريقيا فرح جماهيره، فاحنا كجمعيه بنرعى اللاعبين، فحبينا نشكر الجهاز الفني واللاعبين ومجلس اداره على اسعاد مصر وليهم بصمه في عوده النشاط الرياضي تاني للكره المصريه، فدي اقل حاجه نعملها لهم، يعني احنا نشكرهم ونعمل لهم حفله تكريم. حضرتك شايف فوز النادي الزمالك بكاس مصر والنادي الاهلي بالبطوله الافريقيه، هل المرحله القادمه مستقبل الرياضه فيها يبقى في مصر ازاي في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلاد؟ هو طبعا بعد الفرحه الحلوه ديت وفرحه غانا بان احنا الجمهور حضر وفي كذا لوحه اتعملت حلوه قوي في الملعب كلعيبه طلع الجمهور بيشجعها، كيافطه اتحطت في الاستاد ان نشكركم على المجهود اللي انتوا عملتوه، كجمهور خرج ودخل، دخل وخرج بدون اي مشاكل، انا اعتقد ان شاء الله دي بادره طيبه في عوده الكوره، عوده الرياضه في مصر. حضرتك شايف المبادره ما بين تجمع الجهازين دي بتمنع روح التعصب ما بين الجماهير النادي الاهلي والنادي الزمالك؟ ده طبعا ده الهدف الاول لكل جماهير مصر، ما تطلعوا دلوقتي حضراتكم على النت وعلى الفضائيات وعلى الصحافه يلاقوا الجهازين قاعدين مع بعض، فاكيد دي هتخفض كتير من التعصب بيننا دي. مش عارف، شكرا كابتن جمال في وقت اخبار. عفوا عفوا.